نظم حزب المؤتمر بالغردقة مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغردقة بحضور عدد من قيادات الحزب. وخلال المؤتمر قال طارق الرسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ انه لابد من الدفاع عن مقدرات الوطن من خلال المشاركة في الانتخابات. ولفت رسلان إلى أن الرئيس السيسي نوع العلاقات المصرية الخارجية وجعلها تتسم بالتنوع والاتزان، وهو ما مكن مصر من العودة للريادة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية. كان اعتمادنا في الحزب ان احنا بنعمل مؤتمرات في المراكز والارياف عشان نوصل للريف المصري والقرى المصريه عشان نعرض رؤيه الرئيس ورؤيه الحزب وحشد الناس ليوم الانتخابات. احنا عملنا في البليانه سوهاج وعملنا في بالاسب دهليه وعملنا في المنصوره وعملنا في كثير من المحافظات، والنهارده جايين البحر الاحمر لنكمل المسيره. بنبعث رساله محليه واقليميه ودوليه للعالم ان احنا خلف مرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة الرئاسة القادمة بإذن الله تعالى، وبنقول لأبناء الوطن ده استحقاق دستوري، لازم نبعث للعالم كله رسالة إن احنا كلنا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية. الرئيس اللي ما خانش شعب مصر ووقف مع الشعب المصري في 2013، النهارده لما جت الموقف في 2023 في حرب غزة موقفه كان واضح وبلسان مبين، قال مش هنفرط في الأراضي المصرية. فطبعا ده يعني موقف يخلينا من ندعم السيد الرئيس في الفترة القادمة، غير طبعا الإنجازات اللي تمت الفترة اللي فاتت اللي بعين البيان لكل الشعب المصري. نتكلم على التحديات اللي بتقابل مصر وحلول هذه التحديات وجدارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يكمل مسيرته عشان يحل هذه التحديات وأنه قادر على حلها، لا سيما أنه هو حط هذه التحديات نصب عينه من فترة طويلة جدا من 2014. نحن بنقول إحنا محتاجين الناس في الوطن في جمهورية مصر العربية أنها تشارك بشكل إيجابي في الانتخابات اللي جاية. إحنا عايزين كل مواطن يكون ليه صوت ويكون ليه رأي ويتكلم ويدي الرأي في الانتخابات اللي جاية. نتمنى مصر كلها تطلع تدي صوتها وتثبت للعالم زي ما أثبتنا لهم في ساعة ما ندى الرئيس وقال مع السفير الأمريكي إن إحنا محتاجين صوت الشعب ينزل. فأنا متأكدة إن الشعب هيشرف مصر وإن الشعب هينزل إن شاء الله بقوة ويورينا شجاعته ويورينا تماسكه.